اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في مباراه صداره الدوري العام المصري. يتصدر النادي الاهلي الدوري العام المصري منذ فتره طويله الحقيقه جدا. يتصدر النادي الاهلي الدوري العام المصري وحيدا ويغرد منفردا في صدارة الدوري العام المصري بعد فوزه على فريق النجوم بثنائية مقابل لا شيء. هدف المباراة الأول وليد أزارو في الدقيقة 7، ثم هدف المباراة الثاني في الدقيقة 85 رمضان صبحي. أمام حضراتكم هدف المباراة الأول، كرة رائعة كالعادة من صالح جمعة، وبيكملها وليد أزارو في هدف رائع الحقيقة. أما الهدف الثاني في الدقيقة 85 جيرالدو وكرة عرضية، ورمضان صبحي الحقيقة وبيرقص كل طوب الأرض كمان بيرقصه في هذا الهدف ويحرز هدف المباراة الثاني. ومحمد الشناوي أحد نجوم اللقاء أيضا بيزود عن مرماه بأن هو بيصد ضرب الجزاء تم احتسابها في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني. طيب قبل بس ما نرحب بضيوفنا